وباللجوء إلى الدستور. وكما كان متوقعا، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تمرير مشروع قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان الذي شهد اعتراضا كبيرا على القانون. ماكرون برر الاستعانة بالمادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون تجنبا لما وصفها بالمخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة جدا على فرنسا. القرار اتخذ مشاهدينا بعد اجتماع ثاني عقد قبل ساعات في الإليزي بين كل من ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيث بورن، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المعنيين. فلنتابع. لا يمكننا المخاطرة بمستقبل معاشاتنا التقاعدية. إن هذا الإصلاح ضروري، ولأنني متمسكة بنموذجنا الاجتماعي، ولأنني أؤمن بالديمقراطية البرلمانية، فإن الإصلاح بنص البرلمان ثمرة حل وسط بين المجلسين، وأنا مستعدة لتحمل المسؤولية. لكن هذا لن يمر طبعا مرور الكرام، وفق ما هددت به أحزاب أقصى اليمين الفرنسية التي دعت عبر مارين لوبان إلى سحب الثقة من الحكومة انتقاما من تمرير القانون، كما دعت لوبان برفقة بقية أحزاب اليمين إلى تظاهرات وإضرابات كبيرة حتى تحقيق كل المطالب التي تتمثل بسحب القانون أو سحب الثقة. القانون الجديد يقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا طبعا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.